جيت اليوم أدي الواجب الانتخابي تاعي وخيرت لي بتنا في البلدية وخيرت لي بتنا في الولاية، وإن شاء الله نتفعلوا فيها بخير إن شاء الله ونعمل التغيير ونطلب من الناس اللي في الدارهم يخرجوا ينتخبوا وكلها يعبر ويشوف الناس اللي تخرج عليه يديرها والناس اللي تخدم البلاد اللي تخدم البلدية وتخدم الولاية.